عقد صدرت واخيرا لعبه المصارعه الترفيهيه WWE 2K19 والتي تحمل معها اضافات جديده وتحسينات عن سابقتها، حيث كانت السلسله ولفتره طويله لا تقدم اي تحسينات واضافات جديده مع كل جزء، والكثير من اللاعبين فقدوا اهتمامهم بالسلسله. لكن اختلف الوضع هذه المره، وقد تكون هذه الاصداره عوده حميده لسلسله المصارعه المحترفه. اليكم مراجعه سريعه للعبه المصارعه WWE 2K19. ألعاب المصارعة عادة لا تقدم طور قصة مشابه لبقية الألعاب، لكن القصة في هذه الإصدارة تأتي على شكل اثنين من أطوار السلسلة الشهيرة، طور المهنة وأيضا طور 2K Showcase. في طور المهنة سيتحتم عليك تصميم الشخصية، لكن بخيارات محدودة من ناحية المظهر والملابس وكذلك طريقة اللعب. ستبدأ بالمصارعات المستقلة، وستواجه مختلف المصارعين المبتدئين والمحترفين، وصولا إلى المصارعات الكبيرة لتحقيق المجد، لكن هذه ليست بالمهمة السهلة. الجميل في هذا الطور هو توفر الأداء الصوتي لجميع الشخصيات، مع وجود الكثير من الدراما والتفاعل مع الشخصيات، والكثير من الأشياء الغريبة، وهذه إضافة جيدة. وباستخدام الهاتف بالإمكان تفقد وضع المصارع وتحديد المظهر والحركات، وأيضا تطوير الشخصية باستخدام شجرة التطويرات المشابهة لألعاب تعاقب الأدوار. القصة قد لا تكون ممتازة، لكنها على الأقل الأفضل لطور المهنة. طور 2K Showcase عاد مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب، عندما كانت تتمحور حول قصة ستون كولد ستيف أوستن. هذه المرة تم اختيار مسيرة المصارع دانيال براين لسرد قصته منذ بدايته وحتى عودته إلى المصارعة من جديد، والقصة مزودة بالعروض وسرد الأحداث بلسان دانيال براين بنفسه، حتى أنه سيتم استعراض لقطات وأشياء لا نعرفها عن دانيال براين. العقبة الوحيدة التي قد تواجهك في هذا الطور هو أنه يجب عليك تنفيذ جميع المهام بحذافيرها وفقا للأحداث الواقعية، لكن هذا هو الهدف من هذا الطور. طور 2K Showcase مهم للغاية لنتعرف أكثر على تاريخ المصارعين. هذه الإصدارة تضم عدداً كبيراً من المصارعين، يصل عددهم إلى أكثر من 180 مصارع ومصارعة من شتى الأزمان وأيضاً من مختلف العروض من رو وسماك داون وNXT و205 لايف. طريقة اللعب لم تتغير كثيراً عن سابقتها، عدا أنها قد حسنت من بعض الميكانيكيات، لكن هذه الإصدارة أضافت بعض الخصائص الجديدة والتي تحمل اسم بيباك. هذه الخصائص ستضفي للمصارع بعض القدرات مثل إضافة حركة قاضية أو الهرب أو زيادة القوة أو إضافة حركة عكسية وغيرها من القدرات، ويمكن الاختيار ما بين هذه القدرات قبل بداية المباراة. اللعبة تشمل نفس أطوار اللعب العادي المعتاد، اللعب العادي واللعب مع فريق ومباراة القفص والجحيم في زنزانة وماني إن ذا بانك وأيضا رويال رامبل وغيرها الكثير من المباريات، والتي يصل عدد المصارعين فيها إلى 8 مصارعين في نفس الشاشة. الإضافة الجديدة هنا هو طور البرج 2K Tower. هذا الطور يوفر عدة تحديات بمختلف المستويات، حيث لا يمكن تغيير المصارع أثناء البدء بالتحدي. إذا نهيت تلك التحديات ستحصل على بعض نقاط الشراء، وأيضا قد تؤهل للدخول إلى تحدي المليون الخاص بأي جي ستايلز. أيضا اللعبة لا تخلو من طور يونيفيرس المعتاد، لكن هذه المرة تم التركيز عليه بشكل أكبر. لديك الحرية بتعديل الخصائص ووضع المصارع وتحديد العداوات وغيرها الكثير من الخصائص. طور يونيفيرس هو الطور الأساسي المشابه لبرامج WWE الأسبوعية. جميع النقاط المكتسبة من طور المهنة والبرج وطور يونيفيرس يمكن استخدامها لشراء الأساطير من المصارعين القدامى ومصارعي العصر الحديث، وأيضا بالإمكان شراء الحلبات والأحزمة. كذلك لا ننسى طور التصاميم والذي يعتبر من أهم أطوار السلسلة. يمكن تصميم المصارعين والحركات وطريقة الدخول، وبالإمكان أيضا تصميم الحلبات والأحزمة والعروض وغيرها من الأشياء. تصميم المصارعين دائما ما يقدم خيارات كثيرة بمحتوى كبير، لكن العقبة الكبيرة التي تم تجاوزها في هذه الإصدارة هو أن فترات التحميل ليست طويلة على الرغم من المحتوى الكبير الذي يقدمه هذا الطور، وهذه نقطة إيجابية. لكن الإضافة المثيرة للاهتمام هي تصميم مصارعين على هيئة مكعبات أشبه بمكعبات ماينكرافت. ومع كل ذلك اللعبة لا تخلو من العيوب والأخطاء، بعض الأخطاء والمشاكل الطفيفة أثناء اللعب خاصة إن كانت الحلبة مكتظة بالمصارعين، وأيضا طور المهنة لا يوفر حرية تصميم الشخصية بشكل كبير وغيرها من المشاكل الطفيفة، لكن هذا لن يمنعنا من تجربة اللعبة والاستمتاع بها. محتوى كبير وخيارات عديدة، والمؤثرات الصوتية أفضل من الجزء السابق، والرسومات لا بأس بها مع وجود تحديات كبيرة. هذا من غير طور التصاميم الذي يقدم الحرية في تصميم العديد من الأشياء، وأيضا إضافة بعض المرح باللعب بالرؤوس الكبيرة.
WWE 2K19 هي واحدة من إصدارات السلسلة المميزة والتي قدمت معها محتوى كبير يستحقه عشاق السلسلة، أطوار لعب عديدة والكثير من المصارعين وأيضا الكثير من التحديات، كل ذلك في سبيل تقديم لعبة مصارعة ممتعة، والأهم من ذلك لعبة طويلة الأجل. إنها ليست اللعبة الأفضل من السلسلة لكنها بالتأكيد تستحق التجربة خاصة لعشاق المصارعة المحترفة. إن تم إصلاح جميع الأخطاء وتقديم إضافات جديدة في الإصدار القادمة ستكون بكل تأكيد لعبة مصارعة جميلة للغاية. على كل حال هذا كانت مراجعة سريعة للعبة المصارعة WWE 2K19. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم.